صباحك مسك، صباحك عنبر وورد وفل وقطعة سكر، وكأس من الشاي حلو لذيذ، بنعناع أرض بلادي معطر. صباح الفنون ولحن الأغاني، صباح الحوار الذي فيه نكب، صباح برائحة الهار تذكي حنينا بصدر الشباب المهجر، وسحر الأناضول ينساب عشقا، سميت وجبن وخبز محمى، صباح بطعم جديد لدينا، لكم فيه ما تشتهون وأكثر. أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا مشاهدي ومستمعي مسك، من وين ما كنتوا عم تتابعونا وتسمعونا. حلقة جديدة من برنامج صباحك مسك، مشوارنا الصباحي رح يبدأ، لكن اليوم له طابع مميز، نهاية أسبوع، جمعة فضيلة ويوم فضيل، الجمعة يوم الجمعة اللي نحن متعودين دائما فيه نجمع أعمالنا يلي قمنا فيها باقي الأيام على مدار الأسبوع، ونتقرب أكثر من الله عز وجل بدعائنا واستغفارنا وقراءة سورة الكهف وأيضا الذهاب إلى صلاة الجمعة. كل هاي الأعمال هي لحتى نتقرب أكثر من الله عز وجل، وندعو ونكثف دعائنا راجين من الله أن يستجيب الدعاء. أكيد مثل ما بتعرفوا اليوم نحن عم نودع تقريبا شهر شعبان المبارك، اليوم احنا بعشرين الشهر وبقي عشرة ايام عم تفصلنا عن استقبال الشهر الفضيل وشهر الطاعات والمغفرة والرحمة والعتق من النار. خلونا دائما نحاول نستقبل هذا الشهر المبارك ونحن بأقل كم من الذنوب والسيئات، ونحاول نفتح صفحة جديدة بحياتنا بطاعات أكثر وباستغفار وعبادات أكثر. مشوارنا إن شاء الله رح يستمر بساعتين تقريبا من الوقت، في عنا في العديد من الفقرات والمواضيع، حيكون بشرفنا أكيد اليوم استضافة عدد من الضيوف بإذن الله تعالى. في عنا نبلش نخبركم، شو في عنا فقرات مهمة لليوم أكيد بخبرنا الأول وبضيفنا الأول وحدثنا الترند صراحة يلي كان على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو متعلق بالجانب التكنولوجي، تغيير شعار أجهزة الأجهزة التكنولوجية أو الأجهزة المحمولة أو حتى الإلكترونية لشركة شاومي. رح نشوف تفاصيل هذا الموضوع، شو سر تغيير هذا الشعار، مع أحد المهتمين بالتكنولوجيا والتقنيات الإعلام الجديدة الأستاذ عبد القادر عبد الحليم، رح يحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع وحيثياته وأبعاده. بساعتنا الأولى كما في عنا فقرتنا التفاعلية أكيد كالعادة، منبرنا اليوم مفتوح لأي استفسار وحتى أي دردشة وتفاعل وأي قصة حابين تشاركونا إياها، نحن أكيد جاهزين لنستقبل اتصالاتكم ومنسعد أكثر وقت بنقرأ تعليقاتكم ومنستقبل اتصالاتكم. ساعتنا الثانية رح يكون فيها كمان موضوع مهم للغاية، وهو جزء من سلسلة المواضيع اللي رح نناقشها إن شاء الله على مدار الأسبوع القادم بإذن الله، كونه في عنا تحضيرات كبيرة لازم تكون لاستقبال شهر رمضان المبارك نفسيا اجتماعيا صحيا وبكل المجالات الأخرى. اليوم موضوعنا رح يكون له علاقة بالجانب النفسي والإرشاد الاجتماعي وعلاقة الصيام باستقبالنا نفسيا بما يتعلق بموضوع الذكاء الوجداني، ما العلاقه بين هذين المصطلحين الصيام والذكاء الوجداني، رح نعرف تفاصيل اكثر، شو سر العلاقه بين هدول المفهومين باذن الله تعالى. رح يكون معنا الدكتور عمر النمر وهو اختصاصي في الارشاد النفسي، رح يحدثنا اكثر وبتعمق اكبر عن هذا الموضوع، علاقه الصيام بالذكاء الوجداني أو ما يسمى الذكاء العاطفي. طبعا أكيد كالعادة في عنا سلسلة من التقارير المنوعة والخفيفة إن شاء الله رح نعرضها خلال مشوارنا الصباحي، لكن قبل ما نبلش بفقراتنا وقبل ما نبلش ببداية الأخبار اللي رح نخبركم إياها اليوم ورح تستمر إن شاء الله طيلة فترتنا الصباحية، أكيد صار بتاريخ 2 نيسان و2 أربعة
2 ابريل العديد من الاحداث على المستوى المحلي في تركيا وعلاقتها كالعاده مع الدول الاخرى المحيطه او حتى بشكل عالمي. خلونا نتابع شو هي ابرز الاحداث اللي صارت بتاريخ 2 نيسان بالتقرير التالي. في عام 1453 بدأ السلطان محمد الفاتح عملية حصار اسطنبول والتي تكللت بالنجاح بعد حصار دام شهرين. في عام 1918 انسحاب قوات الإمبراطورية الروسية والأرمانية من غرب ولاية فان التركية في حرب العالمية الأولى. في عام 1971 قدم رئيس الوزراء التركي 33 نهاد إريم برنامجه الإصلاحي إلى البرلمان التركي. في عام 1976 عقد أول مؤتمر للسياحة التركية في اسطنبول وتم من خلاله وضع ضوابط لتنظيم واستقطاب السياح. في عام 1987 تركيا وباكستان وإيران قررت كل من تركيا وباكستان وإيران إطلاق قمر صناعي في اجتماع مع منظمة التعاون الاقتصادي في اسطنبول. في عام 2016 افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المركز الثقافي الحضاري التركي الأمريكي في ولاية ماريلاند الأمريكية. الأحداث اللي صارت بالمستوى المحلي بتركيا، خلونا اليوم نشوف شو هي أهم وآخر أسعار العملات وأسعار الذهب بتاريخ اليوم اللي سجلت بآخر تحديث فيما يتعلق بأسعار الدولار مقابل الليرة التركية وحتى اليورو. سجل الدولار 8.12 ليرة تركية وأيضا اليورو 9.57 ليرة تركية. منلاحظ في تحسن طفيف بالعملة التركية مقابل العملات الأجنبية. أما فيما يتعلق بسعر الذهب فمنلاحظ أنه سعر الذهب عم يشهد ارتفاع ما زال مستمر بسواء بسعر الشراء أو حتى سعر المبيع، وخاصة فيما يتعلق بعيار الذهب 24، فسجل بسعر المبيع 452.34 ليرة تركية. سعر الشراء بالعيار كمان 24 سجل 448.37 ليرة تركية. مثل ما خبرناكم أنه الواضح أنه في ارتفاع ما زال مستمر عم يشهده سوق الذهب وسوق الصاغة لحد الآن. أما التحسن الطفيف اللي نتمنى دائما إن شاء الله، لأن إحنا على أبواب استقبال شهر كريم والشهر هذا بيكثر فيه استخدام واستهلاك المواد الغذائية والمنتجات، والأسعار إن شاء الله يا رب تكون نلاحظ يا أما استقرار طفيف أو أنه يعني انخفاض قليل بالأسعار، لأنه بصراحة عم نشهد ارتفاع جنوني للأسعار يعني بالفترة الأخيرة. خلونا شوي نقرأ تعليقات جميلة بلشت توصلنا تباعا على بثنا المباشر على الفيسبوك واليوتيوب. نبلش بسعود الخولي فعم يصبح علينا ويقول صباح وصباحكم معطر بالصلاة على النبي، جمعة مباركة، جمعتك مباركة يا سعود، إن شاء الله يا رب أيامك كلها عطرة. سائر كمان عم يبارك لنا بالجمعة المباركة وعم يقول جمعة مباركة، إن شاء الله كمان أيامك كلها مباركة، ونحاول نستثمر هاي الأوقات الفضيلة بمزيد من الطاعات والعبادات. عمر الفردوسي عم يقول عم يستشهد كلامه باقتباس وحديث للنبي محمد وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عم يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، فمن فعل ذلك لغى ومن لغى فلا جمعة له. الله يجزيك ألف خير يا عمر على هالتذكير بهذا الحديث النبوي الشريف، شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك يا عمر، إن شاء الله تكون بخير وسلامة وصحة. عبد الرحمن كمان محزون عم يسجل لنا كمان أحد التعليقات الجميلة وعم يقول أسأل الله ربي وربكم في هذه الجمعة أن يملأ نفوسكم بالطاعة والراحة ويغمر قلوبكم بالرضا بما قسمه لكم ويرضى عن جميع أعمالكم. الله يسعد صباحك يا عبد الرحمن ويجعل هيك أيامك كلها عطرة بذكر الله والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأمنياتك إن شاء الله تتحقق بإذن الله تعالى مثل هالأمنية الجميلة اللي بعتنا إياها والرائعة.
أبو سليم كمان عم يصبح علينا ويقول صباح الخير، وعم يذكر بقراءة سورة الكهف بأحد التعليقات. الله يجزيك أكيد ألف خير يا أبو سليم. متابعينا، نحن بهي الفقرة وبهذا الربع الأول من فقرتنا الأولى بمشوارنا الصباحي رح نستقبل اتصالاتكم مباشرة على الأرقام 0352-0341 و0352-0347. بإمكانكم مباشرة تتواصلوا معنا. فقرتنا التفاعلية اضطرينا نقدمها شوي مثل مبارح لحتى يكون في مجال للضيف بإذن الله تعالى بالنصف الثاني من ساعتنا الأولى. بإمكانكم مباشرة هلأ تتواصلوا معنا، خلونا ندردش سوا، نشوف كيف استعداداتكم لشهر رمضان المبارك، شو في عندكم أخبار حابين أنتم تحكوا فيها. أكيد نحن جاهزين لاستقبال اتصالاتكم على الأرقام اللي ذكرتها من شوي. لبين ما يجهز أكيد الاتصالات اللي نحن بانتظارها، يوم الجمعة في بعض الأشخاص بيكونوا ما بعرف لسه مو مصحصحين كثير، يعني نحن بكل الأحوال بانتظار تواصلكم معنا. ما بعرف إذا يعني غالبا أو أغلبكم بيكون تابع امبارح الأحداث أو الأخبار وآخر إحصائيات اللي متعلقة بفيروس كورونا وإحصائيات الإصابات بشكل خاص بهذا الفيروس. فسجلت امبارح بنلاحظ أنه ما زال عم ترتفع أعداد الإصابات للأسف بشيء غير مبشر أبدا. امبارح بالضبط تجاوزت أعداد الإصابات حاجز 40,000، تسجل 40,806 إصابات. يعني إن شاء الله يا رب، ما بعرف يعني نحن عن جد عم نعيش حالة من القلق والرعب إنه هذا الارتفاع لأمتى حيكون، لأمتى يعني مثلا هلأ نحن حنكون بكرة مع أول يوم من أيام الحظر اللي هنا سبت وأحد. بكل أحوال ما رح طول أكثر بالحديث، خلونا ناخذ أول اتصال إجانا سعيد لنشوف رأيه بالموضوع. يسعد صباحك يا سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وصباحك يا رب، طمنا عنك يا سعيد، كيف أمورك؟ والله الحمد لله، جمعة مباركة على الجميع. علينا وعليك يا رب، الله يتقبل طاعتنا يا رب. الله يجبر حالك يا رب. الله يسلمك. إيه سعيد، شو حابب تحكي لنا اليوم؟ ممكن نحكي شوي عن استعداداتك لشهر رمضان، ممكن نحكي عن الحصيلة الأخيرة للارتفاع بأعداد الإصابات، أي شيء حابب تحكي فيه المنبر مفتوح لك. الله يسلمك يا رب. هلا أول شيء بالنسبة لاستعداد رمضان، يعني دائما هو شهر الخير يعني. نعم. ونفس الوقت مؤلم لبعض الأشخاص. يعني أنا هذا رمضان السابع بجي بدون أهلي ربما. السابع. أهلك كلهم بسوريا سعيد؟ إيه والله لحالي أنا هون، فيعني هو مجي صعب شوي علينا. نعم نعم، الحال من بعضه يا سعيد. إيه والله الحمد لله. يعني بالفعل هي النقطة دائما نحن وقت بنحكي عنها بنحكي عنها بحرقة، يعني إنه أيام عم تمضى، يعني مواسم رمضانية عم تمرق علينا ونحن بدون أهالينا واللي متعودين نحن نكون معهم بأجواء بتكون مفعمة بالروحانية والود وال يعني الطقوس الجميلة اللي بتكون بقى بين جو العيلة وجو اللهفة والمودة بين بعض. طبعا يعني بعد تعال قادم على العيلة أو العزيمة مثلا عند الأقرباء عند الست والجد مثلا، يعني كانت الروحات مميزة سبحان الله. هلأ ما في. هلأ سعيد أنت عايش لحالك ولا متزوج وفي عيلة؟ لا والله لسه. لو متزوج مصيبة لو متزوج. صح، الواحد شوي يعني بيتونس بأهله وولاده كمان. إن شاء الله ربي يكرمك يا سعيد ويكرمك كمان بشوفة الأهل ويكرمنا كلياتنا بشوفة أهلينا ويلتم الشمل يا يعني يا رب قريبا قريبا قريبا، يعني إن شاء الله يا رب الله يعجل بالفرج وهيك يجمع القلوب بين بعض. آمين يا رب. في ملاحظة صغيرة كريمة. تفضل سعيد. هلا مثلا بالنسبة للبرامج الموجودة عندكم مثلا في باقي محطات إذاعية راديو مثلا بتلاقي كل فترة مثلا بيعملوا دعايات، خلال الدعايات بيعملوا دعايات للبرامج الموجودة. هلا مثلا هلا أنا متابع قديم للإذاعة. هلا صار صديقي ما بيعرف إمتى برنامج في القانون، ما بيعرف إنه في برنامج ما بيعرف انه شو في القانون، شو بو البرنامج مثلا ما بيعرف انه في برنامج في القانون، ما بنعرف انه في برنامج مثلا شويله بويله مثلا. يعني فكرك انه يتم عمل اعلانات بسيطه لكل برنامج؟ بالضبط بالضبط، يعني خلال فقرات الاعلان يكون اعلان لكل برنامج. مثلا في عندنا اذاعه صوت الشباب بسوريا مثلا. كل برنامج حاب يحطوا عليه مثلا اعلان، مثلا كل ساعه ساعتين يطلع له اعلان مثلا انه في عندنا برنامج كذا. لو برنامج قديم يعني برايي اللي فات جديد على الإذاعة ما راح يعرف، أكيد ما راح يضل 24 ساعة على الإذاعة. نعم نعم مفهوم.
مفهوم، اقتراح جميل اكيد يا سعيد، وان شاء الله راح يتم مباشره نقله للجهات واكيد الاداريه الموجوده هون. الله يسعد لي صباحك وشكرا جزيلا على مداخلتك. نحن طبعا مستمرين باستقبال وتلقي اتصالاتكم على الارقام 0350-03-14 و0350-03-14-17. اكيد نحن جاهزين لاستقبال اي اتصال بيجينا بهذا الوقت والمخصص لتفاعلكم معنا يوم الجمعه. طبعا كنا عم نحكي نحن سابقا عن عدد الاحصائيات والاصابات بفيروس كورونا يلي لساتها عم تشهد بشكل مخيف الارتفاع كمان. نعم بالنسبة لعدد الوفيات، عدد الوفيات مبارح سجل للأسف كمان 176. الله يصبر الأهالي اللي فقدوا الغوالي عليهم، موضوع صعب للغاية. نتمنى دائما السلامة للجميع. حناخذ اتصال كمان جديد. حسن يسعد صباحك يا حسن. صباح الخير. صباحك يا رب، جمعة مباركة إن شاء الله. جمعة مباركة علينا وعليكم المستمعين. آمين يا رب جميعا. كيف استعداداتك؟ الله يسلمك يا رب. أستاذ بلال أكيد نوجه له تحياتنا. أكيد أكيد بلال غالي علينا كثير. الله صحيح. الله هيك يا رب، إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم بيكون معنا الأستاذ بلال وبترجع اللمة الحلوة بمشوارنا الصباحي. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يسعد لي أوقاتك يا رب. حسن تفضل. نعم مثل استعدادات رمضان مثل كل سنة. بس هالسنة شوي مختلفة. تمام. في شوية غلاء بالأسعار، في ارتفاع يعني. والشيء الأهم ان طاقين ما يكون في صلاة تراويح مثل العام الماضي. يعني السنة الماضية كمان ما كان في صلاة تراويح. كان بس شوي انا الصوت ما سمعت. خايفين يعني اني ما في صلاة تراويح السنة. نعم نعم. لاني صلاة تراويح بالضبط بعد الساعة 9. الساعة 9 بده يكون في حجر، الحجر اليومي. فبتمنى اني نترجى من الله انه يكون في صلاة تراويح. نعم، هلا اخر التصريحات لحد الان عم تقول انه صلاه التراويح ممكن تقام لكن مع اخذ بالاعتبار معايير التباعد الاجتماعي بالاماكن المفتوحه. انا سمعت خبر بس. نعم. يعني بجوز ممكن الجو مطر ما بيساعد على هالشيء هذا، وان شاء الله خير يعني. ان شاء الله يا رب وترجع بهجة رمضان مثل كل سنه والله يشفي الجميع ان شاء الله. امين يا رب. وبتمنى من كل اللي عم يسمعونا من السادة المستمعين من هالسنة هاي ينظروا لأهلنا بسوريا. يعني زكاة الفطر واجبة لأهلنا بسوريا أكثر من أي حدا ثاني. نعم صحيح صحيح. لأن الوضع بسوريا مأساوي جدا جدا. نعم بالفعل. اللي بده يصدق ولا يبعث زكاة الفطر يعني يبعث لأهلنا بسوريا، سواء لأقاربه سواء لجيرانه لو معارفه أي حدا يعني بسوريا. الأجر راح يكون أكيد أكبر إن شاء الله. ما شاء الله حولك يا حسن، يعني بالفعل مداخلتك هي هلأ بتكون وصلت للآلاف والمئات إذا بدون مبالغة أكيد. وكتار من الأشخاص هلأ بالفعل بيستذكروا موضوع أنه يدفعوا زكاة الفطر، وإن شاء الله يا رب الله يجعلها بميزان حسناتك وعن جد يكون فعل هذا الشيء مو بس تذكير يعني. إن شاء الله بتمنى بالجميع يعني والمستقية والقادة أنه يبعد قبل رمضان كمان يكون بإذن الله خير. يعني كلياتنا عمنا اهل سوريا. نعم صحيح. واصدقاء واقارب وبعدين بالاخير نحن اولاد بلد واحده. طبعا والاوضاع تحت ابدا ما عم تطمن يعني. بنسمع الوضع بسوريا بشكل عام يعني وضع مأساوي منهار تماما. والله يفرج عن الجميع ان شاء الله. امين يا رب، الله يجزيك الف خير وان شاء الله يا رب بالفعل هي تكون فرصه هون لنذكر بعضنا نحن قديش لازم نحاول نحول زكاه الفطر اللي لازم نطلعها لاهلنا بالداخل، لانه الوضع بالفعل اقل ما يوصف بانه مأساوي وصعب صعب صعب للغايه على الجميع. الله يفرج عن الجميع وشكرا لك. امين يا رب، يسعد لي صباحك، جمعه مباركه ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك يا حسن. طبعا يعني حسن مذكر بموضوع مهم للغاية وبإذن الله نحن كمان رح نحاول نخصص له فقرة مهمة لنحكي عن هذا الموضوع ويعني نتعمق أكثر بأهمية استخراج زكاة الفطر، وأكيد رح نتداول هذا الموضوع خلال شهر رمضان المبارك أيضا. قديش نحن هلأ بنشوف أنه في حاجة بالفعل لأهلنا اللي بالداخل، أهلنا بسوريا اللي عم يعيشوا أوضاع صعبة للغاية، سواء كان على مستوى الغلاء المعيشة والأسعار والذل
يعني الزلي اللي عم يمارس عليهم بكل معنى الكلمة، سواء كان بالضغوطات، ما في كهرباء، ما في مي، المستلزمات الأساسية إذا كانت متوفرة عم تكون موجودة بالتقسيط وبأسعار نار نار ويعني مرتفعة للغاية. الله يكون بالعون ويفرج ويخلصنا من الظلم والظالمين بأقرب وقت بجاه الأيام المباركة والفضيلة. لازم نكثف الدعاء بهي الأيام المباركة على وعسى يكون ساعة استجابة بإذن الله تعالى وتحقيق النصر والفرج القريب لسوريا ولكل الدول المستضعفة بإذن الله تعالى. طبعا في موضوع مهم للغاية وخبر تم تداوله امبارح على صفحات ومواقع التواصل التركية، فقد أعلن رئيس الشؤون الدينية علي أرباش أن الحج يمكن أن يعتمد على مسار الوباء. نحن هون عم نحكي عن موضوع يتعلق بالحج وإمكانية إقامة الحج أو حتى إرسال الحجاج إلى بيت الله الحرام. قال رئيس الشؤون الدينية علي أرباش أنه يجب أن نستمر بحذر ودعاء، مؤكد أنهم سيعطون أهمية أكبر لزيارة العمرة المتعلقة بالقدس. وذكر صحيفة تركية وفق ما ترجمته العديد من المواقع العربية أنه بينما تغلق العديد من الدول حدودها في نطاق تدابير فيروس كورونا، فإنها تتساءل أيضا عما إذا كان سيتم أداء فريضة الحج في عام 2021. ونقلت الصحف أيضا عن رئيس الشؤون الدينية علي أرباش قوله أن الحج يعتمد على مسار الوباء سواء كان بالزياد أو انخفاض. شدد رئيس الشؤون الدينية علي أرباش على ضرورة اتباع الاحتياطات من أجل أداء فريضة الحج، مطالبا الجميع بالدعاء والصلاة قائلا هناك فرص على الأقل، يجب أن نواصل الاحتراز والصلاة حتى يتمكن بعض المسلمين من جميع أنحاء العالم في أداء أو من أداء فريضة الحج. وتطرق أيضا أرباش خلال كلمته من في افتتاح ندوة الحج الدولية التي عقدت في أنقرة عبر الإنترنت، أكد أو تطرق مبينا أن جولات العمرة المتعلقة بالقدس انطلقت في عام 2015. وقال أرباش بأن هذه الجولات اكتسبت زيارات القدس أو أكسبت زيارات القدس أهمية أكبر، وأردف بقوله أن جميع المسلمين في العالم سيزورون المسجد الأقصى سوف يرفعون الوعي. ولفت أرباش أيضا إلى الانتباه إلى أهمية الجولات في نقطة إظهار ذلك للبشرية جمعاء. إذن أهمية هون عزز وأكد على أهمية موضوع إرسال بعثات لزيارة المسجد الأقصى والقدس بفلسطين المحتلة. أيضا ركز على هذا الكلام في خطابه اللي كان بأنقرة. وطبعا المعلومات المتعلقة بموضوع الحج أكد مرارا وتكرارا أن إمكانية إرسال البعثات الحج إلى من تركيا إلى المملكة العربية المملكة السعودية أو حتى إلى بيت الله الحرام يعتمد على مسار الحج، يعني مسار الوباء. في حال كان الوباء في ازدياد فهدول التدابير أو في إجراءات معينة يتم أخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق بموضوع سواء إرسال أو عدم إرسال الحجاج هي السنة لبيت الله الحرام. مشاهدينا نحن أكيد مستمرين معكم ومتابعين بفقراتنا. هي كانت فقرتنا التفاعلية لليوم، أما هلأ فصار الوقت لنطلع لفاصل إعلاني وبنرجع بعده لنتابع بفقراتنا. خليكم معنا. طلعت شمس الضوء يا أهلا وسهلا، فنجان قهوة نسوي مع مسك بتحلى، نبدأ اليوم أمل جديد همتنا بتعلى، نمشي الدرب إيد بإيد مستقبل أحلى، مستقبل أحلى. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم.
نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بحيوية ونشاط، واستفد من عروض علاجك الطبية لعمليات علاج السمنة في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. مثل ما عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة. والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشاك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري بشك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553-45-59. هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية. نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات. ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا، وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود الحصول على تأمين صحي في تركيا بأفضل الشروط، أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار، غرس الاستشارية في خدمتك. محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية. شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بابتسامة جميلة، واستفد من عروض علاجك الطبية لزراعة الأسنان وعلاجها في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا. تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية.
طلعت شمس الضوء يا أهلا وسهلا فنجان قهوة نسوي مع مسك بتحلى نبدأ اليوم أمل جديد همتنا بتعلى نمشي الدرب إيد بإيد مستقبل أحلى مستقبل أحلى. أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا ومشاهدينا، أكيد لكل حدا انضم لنا بجمعتنا اليوم الجمعة المباركة. إن شاء الله الله يجعل أيامكم كلها مباركة وأوقاتكم طيبة وسعيدة. فقرتنا هي فقرة العلاقة بالتكنولوجيا، أخبار التقنيات، آخر أخبار والمستجدات المتعلقة بالمجال التكنولوجي. بسرنا أنه يكون معنا عبر الهاتف بالصوت والصورة الأستاذ عبد القادر عبد الحليم، مهتم بالتكنولوجيا وتقنيات الإعلام الجديد. يسعد صباحك أستاذ عبد القادر. صباح النور، صباح النور لإليك ولكل المشاهدين. وصباحك يا رب، جمعة مباركة إن شاء الله وأوقاتك طيبة. جمعة مباركة. الله يسلمك يا رب. أستاذ عبد القادر، صراحة نحن حابين يكون كونه ختام الأسبوع وبداية كمان شهر جديد، شهر نيسان. أكيد في على الصعيد التكنولوجي في مستجدات متعلقة بأخبار التكنولوجيا، أخبار التقنيات، عالم هذا العالم المليء بالأحداث الجديدة. لو تطلعنا على آخر الأخبار التكنولوجية. صحيح، خلينا نبدأ يمكن أهم أو أكثر خبر تصدر، خلينا نقول مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار التقنية لهذا الأسبوع، كان حفل إطلاق أجهزة جديد ضخم جدا، يمكن الأكبر في تاريخ شركة شاومي. فممكن نبدأ من هون. يعني شركة شاومي على مدار يومين أطلقت ما يقارب 10 أجهزة، قسم منها حصريا للصين وقسم للسوق العالمي. لكن المثير للاهتمام كان أنه الحدث اللي أخذ الترند أو أخذ اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي كان تغيير شعار شاومي أو لوجو شاومي. نعم. من شكل مربع إلى شكل مستدير. صحيح، ضجت في مواقع التواصل الاجتماعي، مش يعني عم نشوفه الحين مباشرة على الشاشة. صح، الشيء إنه خلال هذا العرض يعني أو خلال هذا الحفل شاومي أمضت 20 دقيقة بالشرح عن سبب التغيير من شكل المربع إلى الشكل المستدير. من خلال طبعا مصمم عالمي ياباني، مصمم جرافيك عالمي ياباني اللي هو كينيا هارا، مصمم مشهور جدا. واصرفت يعني بنحكي عن عملية استغرقت شهور بحسب الشركة، واصرف فيها ما يقارب 2 مليون يوان صيني، يعني عم نحكي عن 400,000 دولار تقريبا. يعني نحن هلا وقت عم نشوف الشعار، عفوا استاذ عبد القادر، مشان نوضح للمستمعين اللي عم يسمعونا ما عندهم صوره، نحن شعار الشاومي هو حوافه بارزه، ما هيك؟ بارزه يعني محدده. صح. وانتقلوا للشعار اللي هو شوي يعني خلينا نقول بيضوي او هيك شيء. نعم، مستدير، في راوند شيب بنسميه مستدير. ايوه. يعني المصمم كينيا هارا تقريبا في فيديو حوالي 6 دقائق، نعم، شرح عن كل عملية التغيير وكيف انه يعني كان في عمليات حسابية معقدة لاختيار الشكل المستدير الاكثر تناسبا مع كل المنتجات وما الى ذلك. وبعدين مدير الشركة نفسها، مدير شركة شاومي لي جون، اصرف حوالي ربع ساعة من الوقت ايضا بشرح للناس الموجودين في القاعة عن يعني عن الشعار. فهاي العملية والتكلفة الكبيرة جعلت الموضوع يعني يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في صفحات التقنية وحتى غير التقنية. فيمكن القول بأنه كانت حركة تسويقية يعني جميلة. في عندك حصيلة أو رقم معين للتكلفة اللي كلفته هاي العملية النقل من الحواف البارزة للمستديرة أو هيك المسطحة؟ التقارير مختلفة، لكن أقل رقم يعني انتشر على
من ضمن هاي التقارير هو مهم. 400 ألف دولار أو ما يقارب 2 مليون يوان صيني على أقل تقدير. طبعا هون الشركة يعني ممكن واحد يجي يسأل طب ليش اندفع هالقد مبلغ تماما. كبير، مبلغ كبير يعني بهذه الدرجة من شان تعمل تغيير صغير هيك. فالفكرة هنا انه شاومي لم تشتري يعني شكل مستدير، انما اشترت شكل مستدير مصمم على يد مصمم عالمي. يعني هذه برأيي هي الفكرة نعم. الأكبر من وراء الموضوع، إضافة لذلك قد تكون عملية تسويقية، إضافة لذلك قد تكون رسالة ربما إلى أنه يعني نحن ننتبه إلى حتى أدق التفاصيل الصغيرة. فهذه قد تكون الرسالة الأكبر ربما من خلال 20 دقيقة المطولة للشرح عن تغيير صغير كهذا. المهم بأن الأمر أصبح يعني تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، فهم نعم. نجحوا على الأقل في الجانب التسويقي في ذلك. موضوع بالفعل مهم للغاية، ويعني صراحة احنا تابعنا قديش مثل ما قلت كثير من الصفحات المتخصصة بجانب التكنولوجيا، وحتى مثل ما ذكرت الأخبار الصفحات العامة كانت عم تحكي بهذا الموضوع. لكن الشيء اللي بيلفت الانتباه هو انه شاومي بحد ذاتها ممكن تكون، ذكرت انت بالتبريرات انه عملت هذا الشيء بس للضجة الإعلامية، طيب هي كشركة ما بتلاقي حالها انه اصلا هي يعني محققة الانتشار بما فيه الكفاية، يعني ما لها بحاجة السبوت أو الضخ الإعلامي بهذا الشكل؟ قد يكون هناك انتشار كافي، لكن يعني دوما من أجل أن يكون هناك حديث عن ما رافق هذه العملية، نعم. عملية التغيير، ذكرنا أنه كان هناك إطلاق لعديد الأجهزة، فهي أرادت يعني تسليط الضوء على الحفل بشكل كامل. حفل هذا يعد أكبر حفل في تاريخ الشركة منذ إنشائها، وأيضا يعني منتجات بسعر وصلت إلى 1500 دولار في السوق الصيني مثلا للهاتف القابل للطي، 1200 يورو للهاتف مي 11 ألترا الذي سيتواجد في السوق العالمي قريبا. فنتحدث عن فئة سعرية جديدة، فهنا أعتقد بأن الشركة حاولت إيصال فكرة بأن هذه الأسعار هي ليست من عبث، يعني نحن نهتم لأدق التفاصيل حتى في تغيير اللوجو. فكان هناك فكرة أو رسالة أرادوا توصيلها، نعم. وأيضا من خلال عملية مثلا كهذه 20 دقيقة للحديث عرفوا بأنها ستتصدر مواقع التواصل صحيح. الاجتماعي، فبالتأكيد الأخبار ستتحدث أيضا عن المنتجات الأخرى التي تم إطلاقها خلال الحفل. جميل استاذ عبد القادر، صراحه هذا التوضيح اللي وضحت لنا، لكن حابين هلا في كتار من الاشخاص ويعني ممكن لسه اللي ما اندمجوا بعالم التكنولوجيا وعالم الاجهزه الرقميه وخاصه الاجهزه المحموله. هلا شاومي كشركه نعرف بس اذا مين هي، يعني مين بلد المنشا او بلد التصنيع اذا بدنا نعرف من حضرتك، هي شغله. الشغله الثانيه اذا بدنا نحكي عن انه هي فقط يا ترى اجهزه محموله ولا ممكن يكون في اجهزه هواتف بقصد، اما لا انه مثلا في عندها تابات، اجهزه كمبيوتر وما الى ذلك من التقنيه، نوضح هذا الجانب للاشخاص اللي ما عندهم اطلاع على هذا الموضوع. طبعا شركة شاومي هي شركة صينية المنشأ من حوالي 10 سنوات تقريبا، يعني في 6/4 راح يكون الذكرى 11 لإنشاء الشركة. هي ليست شركة هواتف محمولة فقط، نعم هي شركة تبيع الأجهزة الذكية باختلافها. جميل. يعني لديك هواتف محمولة، لديك حواسيب محمولة، لديك حتى أغراض لل يعني حتى أجهزة الاكسسوارات تلفاز اللي بنقولها يمكن، وأغراض للمنزل. ها كمان أغراض نعم منزل. يعني سمارت هوم، منتجات المنزل الذكي كما تسمى، أو أيضا منتجات إنترنت الأشياء يعني تسمى بهذا الشكل، وهي المنتجات التي ترتبط مثلا بهاتف محمول ويمكن إدارتها من خلال الهاتف المحمول، وتصل حتى إلى يعني كتل المياه. صدق أو لا تصدق يوجد حتى كتل مياه من شركة شاومي يمكن التحكم به بالهاتف، رائع. ويعني أي العديد من المنتجات الذكية. نتحدث عن ما يزيد عن 50 أو 60 منتج مختلف واو موجودين عالميا، وفي الصين جميل. الأمر أكبر من ذلك بكثير، قد يصل في الصين إلى الأثاث وما شابه، يعني حتى مكيفات الهواء. فهي الشركة كبيرة جدا، وفي هذا
هذا الأسبوع، بما أننا نتحدث عن آخر التقنيات، ففي هذا الأسبوع قامت بإطلاق يعني هاتف جديد أثار الضجة، وهو مي 11 أولترا، وهو أغلى هاتف تطلقه في السوق العالمي. في العادة أسعار الهواتف لا تتخطى يعني 900 يورو 1000 يورو، سعر هذا الهاتف في السوق الأوروبي على سبيل المثال 1200 يورو، لأنه مزود يعني بالتكنولوجيا قد تكون تكنولوجيا العام القادم، من إذا ما نظرنا إلى سرعة الشحن والكاميرا وما إلى ذلك. فهذا الأمر أيضا أثار يعني عديد المواقع والأخبار التقنية والمتحمسين للتكنولوجيا لتجربة الهاتف، وربما خلال أسبوع سنبدأ برؤية بعض المراجعات على يوتيوب وما إلى ذلك، يعني لنرى الأداء الحقيقي أصداء للهاتف. الاستخدام. تماما. وأيضا المي باند هي من المنتجات المشهورة، أطلقت مي باند 6، والمي باند هو يعني سوارة ذكية أو شبه ساعة ذكية لتعقب الخطوات المشي والأداء الرياضي مثلا لمحبي الرياضة أو المتحمسين للرياضة. جميل. المي باند 6 سعرها الأوروبي سيكون في السوق الأوروبي 45 يورو، وأيضا السعر في السوق التركي سيكون شبيه بذلك. فالجديد هو أن شاشة العرض أصبحت أكبر من الشاشة السابقة، وأيضا زيادة البرامج الرياضية. فمن كان يود شراء يعني مي باند فلينتظر بضعة أيام أو أسابيع قليلة جدا، وسيحصل على النسخة الجديدة بسعر قريب من مي باند 5 النسخة السابقة. والخبر الأخير هو من شركة ون بلس، وهي شركة صينية أيضا. نعم. ون بلس أطلقت هاتفين خلال الأسبوع الماضي، ون بلس 9 وون بلس 9 برو، بأسعار الون بلس العادي 650 يورو، وون بلس 9 برو 900 يورو في السوق العالمي. كلاهما هاتفين ممتازين، وسيتواجدان أيضا في السوق التركي بأسعار أعلى من ذلك طبعا. هاتفين ممتازين، يعني الشركة هذه ليست مشهورة جدا بالفعل انا جاي لكنها لك صراحه لأول استاذ مرة. عبد القادر، يعني الميزه معانا فيها، يعني مثلا في شركات هلا نحن يمكن عم نسمع بشيء اسمه اوبو، اذا عندك اطلاع عم نشاهد يعني اعلاناته ايضا على القنوات التلفزيونيه بكثافه، يعني جديد اصلا هذا الاسم، منا متعودين نسمعه. فهي الشركه كمان الصينيه يمكن كمان جديد، هذا يمكن اول هاتف لها بالسوق. لا لا، هي ليست أول هاتف، لكن طريقة البيع للشركة في الماضي كانت محصورة على نظام الدعوات، بمعنى أنه إذا أنت أردت شراء هاتف يجب أن تحصل على دعوة من شخص اشترى هذا الهاتف مثلا أسلوب مسبقا، مميز. ومن ثم بدأت. نعم، كان أسلوب حصري ربما ومحدود نعم لمحدودية الهواتف، وكانت تصاميمها ويعني مميزاتها جدا قوية نسبة للسوق الموجود. فاليوم بدأت بالانتشار أكثر وأكثر، وربما نشهد انتشارها في السوق الأوروبي في السنوات القليلة القادمة بشكل أكبر. فهذين الهاتفين يعني مزودين بالمعالج الأقوى في أجهزة الأندرويد مثل هاتف شاومي الجديد، جميل. وأيضا بكاميرات ومستشعرات كبيرة. والجديد في الأمر أن الشركة لأول مرة دخلت عالم الساعات الذكية، وستبدأ بإنتاج سمارت ووتش، يعني ساعة ذكية بسعر 160 يورو في السوق الأوروبي. يعني تعتبر يعني يمكن سعرها غالي سنكون نسبيا مهتمين ولا نسبة مقبول؟ للسوق الأوروبي. هو سعر متوسط، ليس متوسط. نعم. رخيص وليس غالي، يعني الأجهزة من سامسونج ومن آيفون تفوق 300 يورو بالعادة، فنتحدث نعم عن نصف السعر تقريبا. جميل. بصراحة أنا حابة بس استفيد من وجودك معنا أستاذ عبد القادر، إذا عندك أي معلومات متعلقة بالهواتف اللي ذكرتها منذ قليل، هن السامسونج والآيفون يمكن الأكثر استخداما بين الشريحة الموجودة بتركيا بشكل خاص وربما العالم العربي، نحكي عن آخر المستجدات أو يعني الإصدارات فيما يتعلق بهدول الهاتفين. يعني هواتف سامسونج قد تكون أكثر انتشارا من هواتف آيفون، وذلك نعم لطبيعة أسعار الشركة. يعني آيفون توفر فقط ما يسمى بالأجهزة الرائدة، لا يوجد في آيفون أجهزة بسعر متوسط حقيقة. معظم الأجهزة حتى ما يسمى السعر المتوسط في آيفون هو يعتبر سعر عالي نسبة مرتفع. لبعض أجهزة سامسونج.
فنعم سعر مرتفع بعض الشيء نسبة لأجهزة سامسونج، لذلك الأكثر انتشارا ربما من آيفون يعني في العالم العربي قد تكون إصدارات قديمة بعض الشيء أو سابقة مثل آيفون 8 آيفون إكس ربما، لكن مثلا آيفون 12 وآيفون 12 برو ماكس لا أعتقد أنه يتواجد في السوق، يعني لا أعتقد أنه يستهدف السوق التركي والعربي باستثناء منطقة الخليج طبعا. ومن سامسونج نرى في الجانب الآخر أيضا بأن مثلا الهاتف الأغلى من سامسونج وهو سامسونج نوت 20 ألترا على سبيل المثال سيكون لديه سعر مشابه للآيفون 12 برو ماكس، لذلك فهو لا يتواجد بكميات كبيرة. يعني السوق الأمثل للعالم العربي في دولة كمصر مثلا، الدولة العربية الأكبر، هو سوق الأجهزة المتوسطة والأجهزة ابتدائية، يعني ابتدائية السعر. نعم. لذلك فهذا السوق مثلا في مصر مسيطر عليه من شركة شاومي وأوبو وأيضا سامسونج بالتأكيد في المركز الأول. فهذا هو السوق الأكثر تداولا والأكثر تناسبا مع القدرة الشرائية يعني للدول العربية. جميل جدا هذا التفريق استاذ عبد القادر، بالفعل نحن بدنا نشكرك على هالمعلومات التوضيحات، حتى ممكن تكون عطيتنا يعني تفاصيل بما يتعلق بموضوع مين اللي حابب كمان يشتري اجهزه، ويعني تدله للطريق الصحيح سواء كانت الاجهزه اللي بفضل الاسعار المرتفعه او حتى الاسعار المتوسطه. انا بالنهايه بدي اتشكرك استاذ عبد القادر عبد الحليم، مهتم بالتكنولوجيا وتقنيات الاعلام الجديد، اكيد ان شاء الله رح يكون لنا حوارات اخرى متعلقة بتفاصيل أخرى ومستجدات أخرى بعالم التكنولوجيا. شكرا جزيلا لك. شكرا، شكرا جزيلا لكم. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد القادر. متابعينا هي كانت فقرتنا التكنولوجية المتعلقة بآخر أخبار وصيحات وإصدارات والمستجدات المتعلقة بالعالم التكنولوجي. بنلاحظ أنه في أخبار متعددة ومتنوعة بهذا المجال، وخاصة اللي كان الترند الأخير وهو حادث التغيير الشعار، التغيير البسيط بشعار شاومي. فقرتنا التكنولوجية انتهت، رح نطلع شوي لمواضيع يعني مختلفة بعض الشيء، رح ننتقل لجانب له علاقة بالطبيعة، جزء من تقاريرنا يلي دائما نحن بنفضل انه نعرض لكم اياها بيوم الجمعه تكون خفيفه، لها علاقه بالمتنزهات او الحدائق او حتى مدن الالعاب الموجوده والمنتشره بمساحات كبيره بتركيا بشكل عام وكل الولايات التركيه. اليوم اخترنا لكم حديقه ومتنفس صراحه بديع وراقي للغايه وجميل جدا موجود بمدينه بورصه. خلونا نتابع اسم الحديقة وتفاصيل عنها أكثر بالتقرير التالي. تحتها الخضراء الواسعة تتميز حديقة علم النبات بوتانيك بارك في مدينة بورصة التركية باحتوائها أكثر من 150 نوعاً من النباتات وما يزيد عن 8000 شجرة ومئة ألف عشبة وحوالي 6000 من 27 نوعاً من الورود، وبمساحة تقدر بأربعمائة ألف متر مربع. افتتحت الحديقة التي تقع على الطريق الدولي الواصل بين اسطنبول وإزمير بالقرب من حديقة الحيوانات في بورصة عام 1998 بهدف إنشاء منطقة خضراء توفر متنفساً ساحراً بعيداً عن ضوضاء وضجيج مدينة بورصة، فهي تبعد عن مركزها قرابة ربع ساعة فقط. ومنذ ذلك العام وهي تعد منطقة خضراء طبيعية من الدرجة الأولى، تساهم في زيادة نسبة الأكسجين والحد من التلوث الجوي، ولتكون مكاناً هادئاً للاستراحة وممارسة الرياضة، إذ تحوي طرق مشي طبيعية بطول 12 كيلومتر ومسرباً للدراجات الهوائية على طول 1000 متر وبحيرات صغيرة متوزعة في أنحاء الحديقة. كما تحوي الحديقة في داخلها عدة أنماط من الحدائق كالحديقة الفرنسية والحديقة الإنجليزية والحديقة اليابانية وحديقة الورود وحديقة النباتات الغريبة، إذ تقام العديد من الأبحاث العلمية على أنواع خاصة من النباتات، ويزرع فيها من 200 ألف إلى 250 ألف زهرة من أجل مهرجان التوليب الخزام العالمي.
كما توفر الحديقة العديد من الأماكن المخصصة للأطفال بوجود عربات ترفيهية تمكنكم من التقاط أجمل الصور مع أطفالكم، بالإضافة إلى وجود بوفيه مفتوح ومتجر للحلويات ومطاعم للمأكولات التركية المشهورة. يذكر أن الحديقة تفتح أبوابها يومياً من الساعة 7 صباحاً وحتى 8 مساءً. عودة مجدداً متابعينا، هذا كان تقريرنا لليوم المتعلق بأهم الحدائق الموجودة بتركيا. اليوم كانت حديقتنا حديقة عالم النبات بوتانيك بارك الموجودة بمدينة بورصة، هي صراحة فرصة للأشخاص الموجودين ببورصة لحتى يزوروها. مساحة واسعة مثل ما شفنا بالتقرير، حتى أنواع من الأشجار مختلفة، كل مكان موزع بحسب الحديقة التابعة له، سواء كانت الحديقة الألمانية، الإنجليزية، الفرنسية وحتى اليابانية. كل نوع من أنواع هدول الحدائق بتتميز عن غيرها بنوعية النباتات الموجودة والأشجار الموجودة. بسياق آخر مختلف كليا، وبأحد الأخبار الطريفة صراحة والغريبة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي واللي انتشرت صراحة بشكل كتير كبير، نحن كلاتنا بنعرف قديش الشاي، مشروب الشاي من المشروبات الأساسية التي تعد شريان الأتراك، واللي يعني شيء مقدس بشكل كتير كبير عند المجتمع التركي. هذا الرمزية وخصوصية الشاي بالنسبة لهم دفعت كثير من الأشخاص وخاصة الموجودين بولاية ريزا لبناء أضخم مبنى على شكل أطول كوب شاي بالعالم، وهي الولاية بالفعل بلشت ببناء هذا الهيكل على شكل أطول كوب شاي طبعا، وعم تتحضر ولاية ريزا فعليا لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية. فبتفاصيل الخبر حنحكي لكم شوي عنه. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التركية على نطاق واسع مع هذا الحدث، وتم نشر صور للمبنى الذي لا يزال تحت قيد الإنشاء. وحسب المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية، فإن مبنى كوب الشاي يتكون من 7 طوابق. لكم أنه تتخيلوا هي كاسة الشاي، هي على شكل 7 طوابق، ارتفاعه تقريبا أو ارتفاع كاسة الشاي 30 متر، وحيضم أيضا متحف للشاي ومسرح شاي 13D بيصور تجربة زراعة الشاي من البداية وحتى وصوله لكأس المستهلك. يهدف القائمون على هذا المشروع لتعزيز السياحة والثقافة في ولاية ريزا المشهورة أصلا بزراعة الشاي، والتي تعد من أهم المراكز السياحية بتركيا. حسب تصريحات صحفية لرئيس بورصة ريزا التجارية محمد أردوغان، أعلن وأكد أن هدف المشروع هو الترويج لمنتجات الشاي والتعريف به وبأنواعه، وخاصة أن ولاية ريزا تستحوذ على 60% من إجمالي صادرات الشاي التركي. مثل ما خبرناكم أنه هي كاسة الشاي أو كوب الشاي هذا عبارة عن 7 طوابق، وأيضا في محلات لبيع كل أنواع الشاي، وهناك مقاهي تقدم أنواع مختلفة من الشاي، والسينما ومرافق أخرى موجودة أكيد بالمكان. يعني جدير بالذكر أنه نسبة استهلاك التراك للشاي الجاف ارتفعت بنسبة 50% بتركيا، واللي هي أصلا مثل ما ذكرنا بتحتل المرتبة الأولى بالعالم بنسبة استهلاك الشاي للفرد الواحد. وارتفعت نسبة استهلاك الشاي بعد انتشار وباء كورونا وتطبيق سياسة الحجر الصحي بالأشهر 3 الأولى. بعد انتشار الوباء زاد الاستهلاك بنسبة 50%. إذن استخدام الشاي واستهلاك الشاي صراحة بشكل كتير كبير عند الشعب التركي وبكل مكوناته، من الصغير للكبير بتلاقي أنه هن الخمير والفطير، نحن اللي بنسميه بالعربي دائما الكوب أو إبريق الشاي، إبريقين شاي، واحد للشاي وواحد للمي، هدول بشكل أساسي لازم يكونوا موجودين بأي جلسة بأي مطعم بأي زيارة بأي مكان هن موجودين فيه. ولفتت ولاية ريزا لهذا الموضوع لفتة بالفعل
جذابة ممكن تكون، وأنا من الأشخاص اللي عم بنتظر على أحر من الجمر أنه ينتهي هذا التصميم الجميل، والفعل نحاول نزوره بأقرب فرصة ممكنة، وحتى نعرض عنه تقارير إن شاء الله تعالى بعد نهاية الإنجاز. متابعينا، هي كانت فقرتنا لليوم وساعتنا الأولى من مشوارنا الصباحي انتهت. صار الوقت لنروح لموجز لأهم الأنباء مع زميلنا زاهر أكرم، ومنرجع بعده لنتابع بفقراتنا. خليكم معنا. العاشرة صباحا بتوقيت حلويات السلطان في اسطنبول. أينما كنتم، حلويات السلطان معكم. نعبر معا كل الحدود لنأخذكم بالنكهة الفريدة إلى أيام الزمن الجميل. نصنع بأمهر الأيادي الخبيرة حلويات السلطان، الحائزة على جائزة أفضل مذاق بالعالم. هاتف 0552-32-23-106. موجز الأخبار. موجز الأخبار من نسك الإعلام، أهلا بكم. الصحة التركية تعلن تسجيل 176 حالة وفاة و40 ألف إصابة جديدة بكورونا، ومدير الصحة في اسطنبول يؤكد دخول الموجة الثالثة. الخطوط الجوية التركية تحافظ على موقعها في صدارة شركات النقل الجوي الأوروبية من حيث متوسط عدد الرحلات. وزير المالية والخزينة التركي يؤكد أن طلب البيانات الشخصية للتعامل بالعملات الرقمية هدفه التأكد من عدم استخدامها لنشاطات إرهابية وغير قانونية، وليس لتحصير الضرائب. الحكومة الفرنسية تتهم جمعية ميلي قروش التركية بمخالفتها لقيم الجمهورية، وتهدد بإغلاقها لرفضها التوقيع على ميثاق ماكرون. أعضاء منتدى تركستان الشرقية وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية ينظمون وقفة باسطنبول للتنديد بإبادة المسلمين في شرق الصين. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. طلعت شمس الضوء يا أهلا وسهلا، فنجان قهوة نسوي مع مسك بتحلى، نبدأ اليوم أمل جديد همتنا بتعلى، نمشي الدرب إيد بإيد مستقبل أحلى، مستقبل أحلى. مثل ما عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة، والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بحيوية ونشاط، واستفد من عروض علاجك الطبية لعمليات علاج السمنة في مدينة اسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية، نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات. ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا،
وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود الحصول على تأمين صحي في تركيا بأفضل الشروط، أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار، غرس الاستشارية في خدمتك. محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية. شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم. لأول مرة في تركيا، أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة. ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553-45-59. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بابتسامة جميلة، واستفد من عروض علاجك الطبية لزراعة الأسنان وعلاجها في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا، نحن علاجك. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا. تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا بساعتنا الثانية من مشوارنا الصباحي لليوم. ابتدت ساعتنا الثانية ومثل ما خبرناكم بمقدمة البرنامج رح نحكي عن موضوع جدا مهم للغاية وجديد صراحة. كثير من الأشخاص بجوز ما يكون عندهم إدراك كبير بأهمية هذا الجانب بحياتنا اليومية. اليوم رح نحكي عن علاقة الصيام ونروح شوي لموضوع ودراسات علم النفس وخاصة الجانب المتعلق بالذكاء العاطفي أو الذكاء الوجداني حسب التسميات في دراسات علم النفس. أكيد نحن بسرنا أنه نستضيف اليوم بالاستوديو الدكتور عمر النمر اختصاصي في الإرشاد النفسي، رح يحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع ونتعمق فيه. يسعد لي صباحك دكتور عمر، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، يا مرحبا. أهلا وسهلا فيك دكتور عمر. نحن كلاتنا أكيد بدنا نحكي، خبرنا بالمقدمة أنه هدفنا الأساسي بهي الفقرة نحكي عن علاقة الصيام بالذكاء الوجداني. هلا نحن نعرف شو الصيام وأهميته بالنسبة للنفس والروح والجسد بشكل كامل، أما الذكاء الوجداني، ما المقصود بالذكاء الوجداني؟ ما هو هذا المفهوم؟
تماما. أشكرك لهذا الحديث الجميل حول موضوع علاقة الصيام بعلم النفس، علاقة الصيام بالذكاءات المختلفة. طبعا نظرية الذكاءات المختلفة المتعددة هي نظرية حديثة وليست قديمة بعلم النفس. كان معروف قديما هناك ذكاء وحيد هو الذكاء العقلي الاي كيو، اللي بيختبر قدرة الإنسان على الرياضيات على الأمور المنطقية العقلانية. نعم. أما عندما ظهرت نظرية الذكاءات المتعددة فظهر أنواع كثيرة من الذكاء، منها الذكاء الإنساني أو الذاتي، يعني أنه يعرف الواحد كيف ذاته ومشاعره الشخصي، يعني يتحكم فيها، الذكاء الشخصي تماما أو الذاتي، والذكاء الاجتماعي. جميل. والذكاء الحركي والذكاء الموسيقي والذكاء المكاني والذكاء المنطقي اللي قلناه بالأول. هذه المجموعة من الذكاءات كانوا مصنفين 9 ذكاءات وبعدين وصلوا 20. إن إذن هناك ذكاءات مختلفة عند الناس. يعني رب العالمين أعطى البشر ما يساعدهم على العيش، كل حسب اختصاصه. جميل. يعني في ناس مو شاطر بالرياضيات ولكن هو متميز في الموسيقى، صحيح، وهكذا. ليس مجال حديثنا الذكاءات المتعددة الآن، فقط نبحث عن موضوع الصيام وعلاقته بالذكاء الوجداني. نعم. ذكاء كعبادة معروف قديش له فوائد، ولكن الآن بدنا نبحث من الناحية النفسية ما هي فوائد الصيام على الذكاء الوجداني الذي يضم الذكائين الإنساني والاجتماعي بنفس الوقت. جميل. طبعا الذكاء الوجداني هو باختصار شديد هو قدرة الإنسان على معرفة ذاته أولا. جميل. ومعرفة مشاعره وإدارة هذه المشاعر وقدرته على تحفيز ذاته. جميل. هذا شق. الشق الثاني قدرته على معرفة الآخرين ومشاعر الآخرين وحالاتهم النفسية، سواء من لغة جسدهم أو من كلامهم أو من حالتهم، والشعور بهذه الحالات والتعاطف مع الآخرين. رائع. وبناء علاقات جيدة معهم. أيوة. إذن علاقة متبادلة. تمام. بين ذاتي وبين المجتمع. تمام. إذن معرفة الذات ومعرفة الآخر، تحفيز الذات وتحفيز الآخر. نعم. إقامة علاقات اجتماعية مع الآخرين. علاقات ناجحة. رائع. الحقيقة يعني درسوا سبب نجاح الناجحين في العالم فوجدوا أنه ما هي الشهادات، ما هي المعدلات العالية في الاختصاص، بقدر ما هي الذكاء الوجداني. بنسبة يعني خطير هذا الكلام صراحة. 80% من الناجحين سبب، يعني 80% من نجاح الناجحين سببه وجود الذكاء الوجداني عندهم، تفعيلهم لهالميزة والخاصية اللي عندهم. تمام. لأنه درسوا مثلا خريجين كلية الطب في سنة من السنين. نعم. وما قال إليه هؤلاء بعد 10 سنوات. نعم. وجدوا أنه في ناس الدور عندهم لبعد 3 شهور من الناجحين جدا، ووجدوا أنه في ناس لساتهم مثل ما هنن ومتراجعين. شو السبب؟ مع أنه هدول وهدول أخذوا نفس العلامات. أيوة. في التخرج في كل، وحصلوا نفس التحصيل العلمي. وجدوا أنه العامل الذكاء الوجداني اللي هو العلاقات الاجتماعية وفهم الإنسان لذاته وفهمه للآخرين والعلاقات الناجحة معهم هي السبب في هذا التميز. رائع هذا الكلام. هذا هو باختصار شديد يعني مفهوم الذكاء الوجداني. نحن صارت عنا هلأ رؤية واضحة، عرفنا كيف أنه الذكاء الوجداني وقت بنحكي بهذا الكلام لازم يكون عنا شقين مباشرة، شق شخصي ذاتي. طبعا. وشق اجتماعي. طب هلأ إذا بدنا ننتقل للب حديثنا وهو يعني كيف بيأثر الصوم على تفعيل ميزة الذكاء العاطفي أو الوجداني. طبعا. بحياتنا ومسيرة الصيام وعملية الصيام بشهر رمضان. الحقيقة الصوم عبارة عن مدرسة، عبارة عن ورشة عمل مستمرة لمدة 30 يوم. نعم. يتدرب فيها الصائم على مجموعة مهارات تفيده من الناحية النفسية كثيرا. رائع. يعني عم نتحدث الآن على الصوم بمعنى الصبر، بمعنى الإرادة، بمعنى الجلد، بمعنى تحمل الجوع، العطش. تحمل العطش. الصوم بمعنى الشفافية النفسية لشعور بشعور الآخرين، شعور بشعور الجائع، شعور المحروم. الصوم بمعنى اتخاذ القرار بإني أنا
سأمتنع عن ما أحب من أكل وشرب وملذات كاملة. نعم فعلا. الصوم بهذه المعاني هو مدرسة عملية لتدريب الإنسان على مهارات نفسية تفيده في ذكائه الوجداني، في ذكائه الشخصي وذكائه مع الآخرين. نعم. ليه؟ لأنه لو استعرضنا ما هي مكونات الذكاء الوجداني، لقينا أولا هي معرفة الذات وإدارة هذه الذات وتحفيز الذات. نعم. بالصيام شو بصير؟ بالصيام أنا بعرف حالي شو أنا بالضبط. نعم. بصير بحس بجسدي أصلا، صح، أنه أمتى بيجوع أمتى بيتعب أمتى بيعطش. تمام. أدرك مشاعر ما اختبرتها أنا وشبعان. نعم. وأنا أحوالي عادية ما اختبرتها أبدا. صحيح. أنا أدرك مدى صبري على تحمل الجوع، مدى صبري على الامتناع على الدخان مثلا أو أي شيء كنت حبه. نعم. أو حتى على الانفعالات والعصبية اللي بتصير. فإذن تمام. أنا بقول اللهم أني صائم إذا بده يطلع خلقي. نعم. تمام. إذن أنا هون أدير نفسي أو أتدرب على إدارة هذه المشاعر. رائع. وهذا هو لب الذكاء العاطفي. تمام. جميل. إذن أنا الصيام بيعمل لي دورة عملية وليست نظرية، مو معلومات نظرية، تطبيق. دورة عملية لكيف أدير ذاتي. لو أخذنا الذكاء لو أخذنا الصيام من المكون الثاني اللي هو نعم. القدرة على الشعور بالآخر ومعرفة مشاعر الآخر والتعامل الجيد معه، بنلاقي إنه الصيام عم يجوعك مشان تحس بإحساس الجائع، عم يقلك إنه أنت بشهر الصوم لازم تزور عمتك وخالتك وتشوف الأرحام تبعك، صلة الرحم. صحيح. عم يقلك بشهر الصوم لازم أنت تقعد تشوف تصفي علاقاتك مع الناس وتستسمح منهم وتعيد حساباتك من أول وجديد. نعم نعم. إذن هو تدريب عملي على كيفية التعامل مع الآخرين. نأخذ جانب التحفيز، قلنا أنه الذكاء العاطفي من مكوناته تحفيز الآخر. بالضبط. يعني إحنا أولادنا وقت منعلمهم الصوم كيف؟ مندربهم تشجيع دائما، بسيم ساعتين ثلاثة لدرجات المادنة. أيوة. درجات عدان للعصر. وبعدين بيصير بيصوم للمغرب. صحيح. إذن نحن شو عم نمارس؟ عم نمارس عملية تحفيز، عم نمارس عملية بناء الشخصية القادرة على الصبر. جميل. تمام. وهذا شيء مهم، يعني الامتناع عن الملذات، الامتناع على الحصول على المكافأة لوقت معين. نعم. هذا بحد ذاته يعني نصر كبير. صحيح. يعني بعلم النفس في تجربة مشهورة هي تجربة الحلوى، جابوا مجموعة من الأطفال ووضعوهم في غرفة وطلبوا منهم أنه اللي بيصبر 10 دقائق ما بيأكل قطعة الحلوى اللذيذة هي. نعم. بياخد قطعتين. يلي بيصبر بياخد، اللي بيصبر بياخد قطعتين. والنتائج، فصار النتائج كانت متفاوتة. في ناس يتلمضوا هيك وما صبروا فأكلوا القطعة. في ناس لا صبروا وأخذوا قطعة تانية إلى آخره. طبعا هي تجربة بحد ذاتها، تركوها لبعد 10 سنين وبعد 20 سنة درسوا هدول الأشخاص. أيوة. لقوا أنه الناس الأطفال اللي صبروا وكبحوا مشاعرهم. نعم. وتحملوا. أيوة. وتحملوا، هن من أنجح الناس في المستقبل. جميل. بعد ما تخرجوا من الجامعة وراحوا للمجتمع لقوهم هن من أنجح الناس، والناس اللي ما قدروا يصبروا هن الناس عاديين. رائع هذا المثال عن جد. يعني هذا الكلام تجربة بعلم النفس لمدة 10 دقائق. فما بالك الصيام الذي يدرب الإنسان على أن يمتنع عن الطعام والشراب أحيانا لمدة 20 ساعة. صحيح. هذا شيء كبير، يعني بيوصل بالإنسان لدرجة كبيرة. نعم. طبعا بنقدر نعرف النتائج نحن ونقدرها بعظمة المسلمين الأوائل اللي كانوا حتى أثناء الصيام، غزوة بدر وين؟ صحيح. بعشر رمضان. تماما. إذن أثناء الصيام كان المقاتل المسلم يحارب، يجاهد. بالضبط. يعني بمعنى ثاني هو عم يشتغل أشغال شاقة. أيوة. أثناء الصوم. أيوة. جاي أقول لك يعني بالفعل أنه هنا يعني أسمى درجات التعب وأعلى درجات التعب والإرهاق. إذن الصوم درب النفس على استثمار طاقاته لأعلى درجة
جعل من هذا الإنسان الهش العادي أو الطبيعي شخص استثنائي في الصبر، استثنائي في القدرة على التحمل. نعم. وهذا شيء كبير جدا في علم النفس. يعني الآن كل التجارب وكل التدريبات اللي تجرى بهذا الاتجاه هي لبناء الشخص السوي نفسيا، القادر على التعايش مع المجتمع إلى آخره. فياريت يعني بتحصل جزء صغير صغير من التدريب اللي بصير برمضان، شهر رمضان. طيب دكتور، بالفعل ما شاء الله هي توسع كبير كتير كانت، يعني نحن كلياتنا هلا أدركنا مدى أهمية ربط أو يعني تحفيز كل شيء عنا بذكاء عاطفي ووجداني بهذا الشهر المبارك. طيب خلينا نكون نحن بس كمان واقعيين، ممكن كتير من الأشخاص يقدروا على المستوى الشخصي لدرجة ما، يعني على المستوى الشخصي من الذكاء الشخصي أو الذكاء الذاتي أنه يضبطوا الأمور، وفي أشخاص بيقدروا على المستوى الاجتماعي يضبطوا الأمور وحتى يحسنوها باتجاه الأفضل. الأشخاص يلي مثلا بصير عثرات أثناء عملية ضبطهم أو تفعيل هاي الميزة، ميزة الذكاء الوجداني بخلال شهر رمضان، يلي بيتعثروا بهذا الطريق، نحن هون شو ممكن نقلهم؟ يعني كيف ممكن مثلا نسحب إيد هون ونقلهم لا، الموضوع ممكن بس بده شوية تحمل، تحفيز، بده تدريج، مثل ما ذكرت لنا موضوع التدريج بممارسة أو تفعيل هاي الميزة بداخلنا. تماما. يعني الإسلام هو منظومة الحقيقة، منظومة متكاملة. نعم. ترافق الطفل منذ نشأته الأولى إلى أن يموت. هذه المنظومة تؤهل الإنسان ليكون الأقوى. نعم. يعني الطفل نحن وقت بنربيه على الصيام، وقت بيكون قادر على الصوم وبالتدريج، فهذا الإنسان يجد أن الصوم شيء طبيعي. أما الطفل الذي لم يربى على الصيام فبنقول له بعد 20 سنة تفضل صوم، بيتعب، فبيتعب وبينهار وما حيكون قادر. إذا نحن أولا نغتنم الوقت ونشوف ناموس الطبيعة اللي عليه بنية الأحكام الإسلامية، أنه فرض الصيام بمرحلة معينة والتدريب عليه، فرض الصلاة بمرحلة معينة والتدريب عليها بالتدريج إلى آخره. إذا نحن راعينا هذا النظام فنصل إلى أقصى درجات الكفاءة النفسية عن الأشخاص. فالصيام أيضا يعني ممكن يكون يتدرب عليه بالتدريج الواحد. يعني شلون بالرياضة، الشخص أول شيء بيتدرب بدون أثقال، بعدين بيحمل أثقال خفيفة، صحيح، بعدين أتقل 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 إلى درجة. يعني عندك ناس الآن هي صائمة باستمرار، تصوم باستمرار. شو مقصود قصدك بالاستمرار؟ يعني باستمرار يعني طول عمره بيضل صائم، يعني مثلا بيصوم 4-5 أيام بيفطر يوم، وحتى وقت بيفطر بياكل شيء بسيط. هذا الباب يعني بيكون انه هو لقى بالصيام بالعكس دائما الراحة النفسية، ممكن ننظر له من هذا الجانب. تمام. مو بس راحة نفسية، حتى راحة جسدية. يعني صحيح. الصوم هلا اذا اخذناه من ناحيه طبيه، طبعا مو شغلتي انا الناحيه الطبيه، ولكن واضح جدا ان الصيام يقتل الاف الميكروبات والجراثيم والاشياء الضاره اللي موجوده بالجسم. الجسم وقت بيجوع يضطر انه يستهلك ويقضي على الاشياء الغريبه اللي ما تلزم، على الدهون وعلى غيرها موجوده عند الانسان. صحيح. فالصيام ليس فقط يعني حلال وحرام وامتناع عن الطعام والشراب، الصيام هو صحة، موضوع عام. يعني بتقولوا صوموا تصحوا، في ناس كثير بيفهموا إن شلون بدي صوم واحرم حالي من الاكل وجوع وصح حالي. نعم. وبنفس الوقت الصيام حتى في شرائع وفي يعني عرف كثير من الجماعات غير الإسلامية مفروض. نعم. اصلا الصيام موجود بكل الديانات. يعني صحيح صحيح. يعني حتى البوذيين مثلا بيصوموا، المسيحيين بيصوموا، اليهود، كل الشرائع فيها نوع من الصيام. نعم. فيها نوع من الصيام المادي، وفي احيانا صيام معنوي، صيام عن الكلام، صيام عن هذا الشق لحاله ممكن ينسرد له بالفعل بالضبط حلقات. يعني الصيام كمان عن الكلام هو يعني نوع من التامل الذاتي، نوع من الانكفاء على الذات للتأمل العميق في الموضوع، أني أنا ما بحكي ولا كلمة لفترة معينة. هذا الصوم يؤدي إلى إبداع، يؤدي إلى حالات نفسية شفافة جدا، ويؤدي إلى إبداعات.
في كتير من المبدعين أصلا في العالم بيعتكفوا ليس بمعنى الاعتكاف بالمسجد، لا هو ينعزل عن الناس ليبدع. الصوم يؤمن لنا أيضا هذا المناخ اللي بينمي المخ بالإضافة إلى صحة الجسد. طيب دكتور، بهذا الجانب نحن هون كيف عم نكون نستثمر الذكاء العاطفي يعني الوجداني؟ يعني هلا مثلا نحن عم نقول إنه الصوم له مزايا وله أهمية وفائدة صحية وفائدة جسدية وفائدة روحية أيضا من كل هذه الجوانب، نحن وقت نستثمر موضوع الذكاء العاطفي، ألا يعني ذلك أن الذكاء العاطفي أصلا موجود هو عنا ولكن نحن بس بالصوم عم نقوم بعملية التحفيز؟ أكيد كل القدرات هي موجودة ولكن تنمى أو تهمل. نعم، الذكاء العاطفي موجود عند الإنسان، إما بنقدر ننميه أو بنهمله. فنحن برمضان وقت منمارس هذه التمارين وبطقوس رائعة وبأوامر من رب العالمين وبتكافل مع المجتمع، يعني أنا وقت بدي ساوي تمرين لحالي بيكون صعب، أما أنا وقت بساوي تمرين أنا وجماعة من الناس وبلاقي كل الناس صايمة فهذا بيسهل علي نفذ هذا التمرين. حلو حلو الكلام. إذن يعني موضوع التعاون في رمضان موضوع لوحده هو مدرسة. موضوع التعاون في رمضان موضوع كتير كتير مهم، موضوع الاشتراك، موضوع شعوري أني أنا الآن قدامي المي وقدامي الأكل ولكن أنا لن أتناول ولا لقمة إلا ليقول الله أكبر. نعم، هذا الكلام منتهى الانضباط، والإنسان الناجح يحتاج إلى الانضباط. مشكلتنا الآن وخاصة مشكلة الجيل الحديث، يعني مشكلة زيادة الحرية، زيادة الذاتية، ويعني تقليل النواحي الاجتماعية والانضباط الاجتماعي. يعني الإنسان الآن يجنح أنه يكون له غرفته، له خصوصيته، له مزاجيته، اللي بيساوي اللي بده إياه. هذا الكلام بيجي الصوم بيهذب هذا الكلام وبيخفف أثره على الإنسان. رائع. فوقت يكون الإنسان متعاون مع الآخرين وقت يكون يشترك في الانضباط مع الآخرين وينتظر أذان المغرب حتى يفطر، وعندما يقول الله أكبر الصبح فيمتنع عن الطعام، هذا بحد ذاته هو انضباط. إذا تعلم عليه الطفل دراسته بتصير منضبطة، سلوكه بصير منضبط، بيعرف أنه هناك قوانين، يعني هذه القوانين إلهية صحيح، ولكن هناك قوانين اجتماعية صحيح، بيصير اللي بينضبط هون بينضبط هون. نعم، يعني وقت بينضبط الطفل في موضوع الأكل برمضان بينضبط على إشارة المرور وقت بتقطع الشارع. نعم، على سلوكيات تصرفات على سلوكيات أخرى. تمام. نعم، وقت بيتعاونوا الكل مثلا على تهيئة الطعام عند المغرب وقت بيفيقوا الكل بيتعاونوا مثل خلية النحل، هذا بحد ذاته أيضا نشاط اجتماعي كتير رائع وبيحسن الذكاء الاجتماعي عند الشخص. جميل، ما شاء الله، يعني نحن استفدنا بهذا الموضوع بما فيه الكفاية، صارنا المام واضح وكبير. دكتور عمر، حابب من حضرتك استثمر الوقت وأخذ نصائح ختامية لتوجهها للأشخاص اللي هلأ نحن 10 أيام وحنستقبل شهر رمضان المبارك، نفسيا كيف لازم نتحضر لاستقبال هذا الشهر المبارك؟ تمام، أشكرك. يعني من أولا يعني شهر رمضان عبارة عن فرصة نفسية رائعة جدا مفروضة من رب العالمين، إذن البيئة كلها مهيئة أنه نحن نقيم ورشة عمل مستمرة لمدة شهر، نستطيع اكتساب كثير من العادات الجيدة خلالها والإقلاع عن كثير من العادات السيئة، فلا نهدر هذا الوقت، نستثمره استثمار كبير في تحسين أنفسنا، تحسين الذكاء العاطفي عنا وعند أولادنا وعند الجميع. لا نكتفي فقط في مفهوم العبادة، وطبعا هذا مفروض بمفهوم العبادة بالصوم، لا، الصوم هو مدرسة نفسية فيها تطبيقات عملية. أيوة، علينا أن نستثمرها لحتى تتحسن صحتنا النفسية. علينا نستثمر تعاون، نبني مهارات اجتماعية، يعني مثلا ثقافة الاعتذار. نعم، ثقافة التسامح برمضان نركز عليها.
انه انا اعيد حساباتي مع نفسي، اعيد حساباتي مع الاخرين، ابني علاقات جيده معهم، نتوادد، نتراحم، نزور الارحام. هذا بحد ذاته كله عبارة عن فوائد استثنائية لشهر رمضان. ما نهدر أبدا هذه الفرصة الثمينة، لأنه رمضان مدرسة نكتسب من خلالها هذه المهارات الاجتماعية الكثيرة. إن شاء الله يا رب. الله يجزيك ألف خير يا رب دكتور عمر. بالفعل يعني هيك حمستنا لاستقبال شهر رمضان، وعن جد نحسن كل شيء بداخلنا، نعزز هدول القيم اللي الله يعني أكرمنا هالحياة لحتى نحن نكون بأحسن ما يكون، القيم والمبادئ الجميلة اللي لازم تكون عنا بروحنا وبنفوسنا. بدي تشكرك جزيل الشكر الدكتور عمر النمر اختصاصي في الإرشاد النفسي، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا. أكيد هي كانت فقرتنا متابعينا المتعلقة بالأمور كيفية وعلاقة الصوم بالذكاء الوجداني والعاطفي. إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا منا وحضرتوا حالكم مظبوط لاستقبال شهر رمضان المبارك. هلأ صار الوقت لنطلع لفاصل إعلاني قصير ومنرجع بعده لنتابع بفقراتنا، خليكم معنا. طلعت شمس الضوء يا أهلا وسهلا، فنجان قهوة نسوي مع مسك بتحلى، نبدأ اليوم أمل جديد همتنا بتعلى، نمشي الدرب إيد بإيد مستقبل أحلى، مستقبل أحلى. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بابتسامة جميلة واستفد من عروض علاجك الطبية لزراعة الأسنان وعلاجها في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرنا متكاملا. بريد فاكتوري أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553 45 59. عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة. والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشاك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرة طيبة، اسم من ذهب. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية،
برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بحيوية ونشاط، واستفد من عروض علاجك الطبية لعمليات علاج السمنة في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. عودة مجددا متابعينا بآخر فقرة من مشوارنا الصباحي لليوم. فقرتنا متعلقة بتقاريرنا المنوعة والخفيفة اللي كالعادة بتكون رافقتكم على مدار مشوارنا الصباحي. اليوم فقرتنا الثانية لها علاقة بالأكل، وهي صح رح تجوعنا وصح رح نبلش نجوع ويطفرقنا مثل ما بيقولوا، لكن خلونا نسلط الضوء على مثل ما عودناكم سابقا بتقاريرنا السابقة عن الأكلات التركية المشهورة بالمجتمع التركي، والأكاد لا يخلو مطبخ أو مطعم تركي إلا وموجود فيها هدول الأكلات والوجبات والأطباق الرئيسية. ذكرنا سابقا بتقاريرنا عن أكلة المانتي المشهورة، وهي الأكلة اللي هي عبارة عن أقراص من العجين مع اللحم، وأيضا ذكرنا بتقاريرنا السابقة عن أكلة اسكندر كباب وأيضا أكلات أخرى عديدة. اليوم أكلتنا لها علاقة بالعجين، لكن تسمى لحم عجون، لحم عجون، وأيضا هي لها العديد من المقابل تسميات أخرى بعالمنا العربي ودولنا العربية. في بعض البلدان تسمى لحم بعجين، ودول أخرى تسمى يعني شيء مثل البيتزا. خلونا نتابع شو مكونات لحم عجون، شو أصل هي التسمية بالتقرير التالي. لحم عجون أو لحم بعجين من الأكلات الشعبية المحبوبة المفضلة عند الشعب التركي بمختلف مكوناته وطبقاته، ولا بد لكل من يقوم بزيارة تركيا أن يتناول هذه الوجبة السريعة. تتعدد الروايات التي تبحث في أصل هذه الأكلة، فمنهم من يرى أن بدايات إعدادها وتناولها كان في سوريا وتحديدا من حلب، والبعض الآخر يرى أن أصولها أرمنية، ومنهم من يرجعها إلى مناطق في جنوب تركيا والتي انتشرت منها إلى باقي الولايات. وحول طريقة عمل اللحم عجون، فإنها تتشابه بطريقة إعدادها في كل من أرمينيا وسوريا، وتختلف عن تلك التي يتم صناعتها في المطبخ التركي، وقد تختلف أيضا من منطقة إلى أخرى ضمن الولايات التركية، وتختلف في مدينة أضنة عنها في مدينتي أورفا وغازي عنتاب بأنها أصغر، عجينتها أرق، لكنها بكلا الحالتين مليئة باللحمة الناعمة المفرومة. تصنع لحم عجون بشكل أساسي من العجينة المخبوزة الرقيقة، ليوضع فوقها اللحم الناعم المفروم المتبل بطريقة خاصة، وقد يتضمن اللحم قطعا صغيرة من الخضروات والبهارات والبصل والفليفلة والفلفل الحار حسب الرغبة. ومن أهم ما يجب أن يكون مرافقا لهذه الوجبة هو البقدونس والنعناع الأخضر وعصير الليمون، وبالإمكان أيضا أن تؤكل ملفوفة بشكل ساندويش، ويفضل تناولها مع اللبن العيران. انتشرت لحم عجون في العديد من الدول الغربية وأمريكا لتسمى بالبيتزا التركية، كونها نوع من أنواع المعجنات والوجبات السريعة التي تتميز بسعرها البسيط وحجمها المميز واعتمادها بشكل أساسي على الفرن الذي يكسبها القوام المقرمش والنكهة اللذيذة. يعني عصرة الليمون ومنظر البقدونس وحتى الخس وأيضا شكل لحم عجون جوعنا صراحة، وحمسنا أنه نروح نطلب لحم عجون حاليا. هي كانت فقرتنا لليوم، وهي كانت أصلا حلقتنا لليوم بمشوارنا الصباحي من صباحك مسك، نهاية الأسبوع يوم الجمعة. يوم الجمعة انتهى، ونحن هلأ عم نستقبل جمعة جديدة على أبواب استقبال بداية شهر رمضان المبارك. مشوارنا انتهى متابعينا، كل
كل الشكر لكادر مسك يلي رافقنا على مدار الساعتين، وأيضا الشكر الأكبر لضيوفنا الكرام المحترمين. صار الوقت لنودعكم، كنت معكم أنا هلا الملاح، تبوا بألف خير، إلى اللقاء. ناناي أرضي بلادي معطر، صباح الفنون ولحن الأغاني، صباح الحوار الذي فيه نكب، صباح برائحة الهار تذكي حنينا بصدر الشباب المهجر، وسحر الأناضول ينساب عشقا، سميت وجبن وخبز محمى، صباح بطعم جديد لدينا، لكم فيه ما تشتهون وأكثر. اهلا فيكم اليوم بحلقه جديده نحكي فيها عن طفى. كمل تصوير الحال. لك شباب شو عم تصوير يا زلمه؟ ايش